هنا آية بتقول ثم دنا فتدلى، هنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. انزل كمان تحت شوية، تمام. ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أهو ده أكبر دليل على المعراج. فين سدرة المنتهى وجنة المأوى؟ في السماء. مين اللي قال بقى؟ هما في الأرض. مين اللي قال لك؟ انا بسالك بس سؤال. انا بسال حضرتك مين اللي قال لك؟ انت عرفت منين عشان اعرف زيك؟ اقول لحضرتك عرفت فضل منين. فضل. لان الجنه في السماء مش في الارض. جنه الماء لا، اصل الجنه في الارض. اول ايه في القران عن الجنه في الارض. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يسفلون. الجنه يا فندم دي الجنه الارضيه. ده الاصل في الكلمه. مش الاصل يا فندم. والله الاصل أنا في الكلمه يا فندم. والله الاصل والله في الكلمه. والله ما ده الاصل. الجنه التي يتحدث القران عنها. جنه ادم. جنة آدم كانت على الأرض؟ لا مش ممكن. آدم على الأرض؟ يا فندم ده ربنا بقى. انت جايب ربنا قل اهبطوا يا دكتور هاني. اهبطوا منزلة. قل اهبطوا. أهو أنت كده وده بقى عارف اسمه إيه؟ حمل وصرف لللفظ عن ظاهره دون داعٍ. مين اللي قال بقى القاعدة دي؟ اللي أنت بتقولها دي؟ هو حضرتك ما تعرفش إن في حاجة اسمها حقيقة ومجاز ولا إيه؟ طيب انت تعرف الجرايه يا دكتور؟ اهبطوا اهبطوا. وقف الطريقه دي انا لا اقبلها. ليه؟ لا 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 تلميذ يا ابني. انت لا 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 لحظه بس يا دكتور. بص ابنك راعي انت تلميذ. ابنك ده راعي تلميذ ولا تلميذ ولا حاجه. كلنا تلامذتك. كلنا تلامذتك. والله ما تعرفش. كلنا تلامذتك. والله ما تعرفش. مش عايزين تجريح. اقسم بالله دون تجريح دون تجريح دون تجريح دون تجريح. لا لا هنكمل والله هنكمل. لا بس ما تعرفش بالله. بس والله ما هكمل الحلقه. انتظر بس والله ما هكمل. انتظر بس يا دكتور. يا راجل دي ناس جايه تضل الناس. انتظر يا دكتور. الذي لا يجيد التفريق بين حقيقه اللفظ ومجازه. تيجي ازاي دي؟ خلينا ناخد فاصل. يا راجل ده ربنا بيقول هناخد فاصل. انشق القمر يقول لك دي حاجه ما حصلتش حاجه مجازيه. فاصل مشاهدينا الكرام. نعود ده رجع عربيه يا راجل. انتظر يا راجل دي حاجة.